دخان، لهيب، صراخ أطفال، بكاء عجائز، نحيب نساء، والنيران تحيط بالبناء من كل جوانبه، تتوعد بحرق كل شيء يعترض طريقها. نداءات استغاثة، أنقذونا، أنقذونا، سنحترق. دعوات، ابتهالات، تضرع إلى الله أن ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب. وقبل الموت احتراقا، قبله بقليل، يرسل الله رسلا من إرادة ومحبة وتضحية. يسمع صفير شاحناتهم الكبيرة، يبتعد الناس في الخارج عن طريقهم، فلديهم واجب ناداهم، ولم يكونوا يوما إلا محبين مخلصين أوفياء لنداء واجبهم. رجل الإطفاء له ثلاث مهام أساسية وهي على الشكل التالي: إخماد الحرائق المندلعة في أي مكان، إن كان في متجر أو في منزل، في مصنع، في سيارة، إلى آخره. أما بالنسبة للمهمة الثانية فهي الإخلاء، إخلاء العناصر المصابين أثناء اندلاع الحرائق. على سبيل المثال، أحد المصابين في منزل محترق وتعرض للإصابة الخطرة، مباشرة يقوم رجل الإطفاء بإنقاذه. أما بالنسبة للمهمة الثالثة فهي عملية الإنقاذ، عملية الإنقاذ لأي شيء، حادث سيارة، فيضان، رجل عاصي بأسانسير، إلى آخره. إذن كافة عمليات الإنقاذ يقدمها رجل الإطفاء للإخوة المواطنين. تتوزع الشاحنات في الأرجاء، صفيرها مستمر، هذا الصفير الذي يهدي الأمل لمن تحيطه النار في الداخل من كل صوب، يهديهم أملاً ظنوا للحظة أنهم فقدوا، كأنهم خلية نحل، كل منهم يعرف مهمته ويعرف كيف يقوم بها على أكمل وجه وبضمير ما فتئ صاحيا. طبعا بالنسبة لاختيار العناصر الخاصة بفوج الإطفاء أو بالإطفاء بشكل عام، يعني العنصر الإطفاء، طبعا يتم الإعلان عن مسابقة، من خلال مسابقة، هذه المسابقة لها شروط، ورجل الإطفاء له شروط حتى يتم قبوله في هذه المسابقة أو في هذه المهنة. أولا شرط العمر، يجب أن يكون عمره حتى سن 30 بالنسبة للجندي العادي، يعني جندي الأطفاء. أما بالنسبة للسائق ممكن يكون حتى 35. أما الشرط الثاني، في عنا يجب أن تمتع بمؤهل علمي جيد،
الجندي ثانوية عامة، أما السائق شهادة سوق عمومية في آدال وشهادة تعليم أساسي. بالنسبة لرجل الإطفاء يخضع إلى اختبار صحي واختبار بدني من قبل لجنة مخصصة لهذه الغاية. أما بالنسبة للاختبار الخاضع له، اختبار الرياضة هو عبارة عن جري 3 كيلومتر وتسلق حبال وتسلق سلالم وسباحة. هذه هي أهم شروط المخصصة لاختيار رجل الإطفاء. طبعا المعدات المتوفرة بفوج الإطفاء أو بأي فوج إطفاء هي عبارة عن عربات إطفاء كبيرة الحجم، يوجد فيها كافة معدات الإطفاء، أجهزة بودرة، خراطيم، سلالم صغيرة، مادة الفوم، مادة المياه ومادة البودرة. هذه عبارة عن عربي كبيرة الحجم. لدينا صهاريج مياه، يوجد في الصهاريج مادة المياه ومادة الفوم. كما لدينا عربات إطفاء صغيرة من أجل المناطق الضيقة، مثلا الشام القديمة، نفس العربي الكبير ولكن بحجم أصغر. يوجد لدينا زمرة سلالم، زمرة سلالم للأماكن العالية. كما يوجد لدينا كافة العتاد المخصص للإنقاذ من قوارب، من مخدات هوائية، من بدلات غطس إلى آخره. منهم من يمد الخراطيم، منهم من يعتلي سطح الشاحنة، وآخرون بقوا في داخلها، يعينون المكان الذي تلتهمه النيران، يقدرون الموقف ويتصرفون على أساسه، ومن ثم يفتحون سيولاً من أمل من أفواه خراطيم شاحناتهم، بثبات قل نظيره يتقدمون، بإيمان وعزيمة، بصبر وجلادة، بمحبة وثقة، بدقة عالية، بقوة وصلابة، بتضحية لا مثيل لها. ما هي إلا فترة وجيزة حتى ينتهي كل شيء. هلا نحن المهام اللي بتكلف فيها عناصر فوج الإطفاء، أخماد الحرائق، حالات الطوفان، حالات الإنقاذ الأرواح، الانهيارات، بالإضافة إلى المهمات الوقائية أثناء مثلاً إجراء مثلاً مهرجانات اقتصادية أو إعلامية، تتواجد سياراتنا وآلياتنا بالمنطقة
احتياطا وتحسما لاي طارئ اذا صار لا سمح الله ممكن يتدخل؟ طبعا للمواطنين دور كبير في مساعدة رجال الأطفاء، مثلا السائقين عندما تقوم سيارة الأطفاء بالتوجه إلى مكان الحادث، يعني نرجو من المواطنين قدر الإمكان إفساح المجال لسيارات الأطفاء للوصول إلى مكان الحادث بأقرب سرعة ممكنة. الحوادث مثلا في المنازل أو في المعامل أو في المحلات، الإبلاغ، سرعة الإبلاغ فورا عن وقوع الحادث، يعني سرعة الإبلاغ ضرورية جدا. نحن التعامل في الدقيقة الأولى أو في الدقائق الأولى من الحادث هي التي تفيد في إطفاء الحريق. ينجلي الخطر، ينحسر الدخان، تخمد النيران، تصمت اللوعات، تسكت الحناجر المتعبة، تعلو الابتسامات الوجوه، يتعانق الأحبة والأهل. لقد أنقذت الأرواح، وكل ذلك بفضلهم، إنهم رجال الإطفاء. أول شيء بتجينا مكالمة على 113 هاتف الحريق، ناخذ العنوان ورقم الهاتف نتاكد منه حسب لهجته ببين اذا عنده حريق او لا، ونتوجه للمقسم الداخلي لاقرب مركز للعنوان اللي اعطانا اياه، يعني نوجهه للحريق مع متابعه اللاسلكي والموبايلات، يعني الحين وصولا لمكان الحادث ويوافونا شو طبيعه الحادث. في مكان آخر وزمان آخر تستهدف النار ضحية أخرى، هذه المرة تستهدف براءة الطبيعة وعظمتها، شجرها، ثمارها، أغصانها، أعشابها، أعشاش عصافيرها. دور رجال الأطفاء كتير مهم أكيد، يعني لأنه نحن بيصير عنا حرائق مفاجئة من ماسات أو نتيجة شيء تاني، فهن لازم يكونوا جاهزين دائما يعني على هبة الاستعداد، وهن بيضحوا بحياتهم أحيانا، يعني بيتعرضوا للخطر وهن عم ينقذوا الناس وعم يساعدوا الناس، ومشكورين دائما، بنتمنى لهم التوفيق دائما. يا ترى حافظة رقم الأطفاء؟ أنا لا بصراحة. هلا رجال الأطفاء يعتبروا الجند الموجودين بالصف الثاني، يعني هن الرديف للقوات المسلحة، عملهم كثير مهم خصوصا بالأزمة الحالية، يعني ميدانيين خلال 24 ساعة لازم يكونوا موجودين، بأيام العطل والمناسبات لازم يكونوا موجودين على أتم الجاهزية، فأكيد دورهم كثير مهم. الأطفاء لهم دور كبير بالمجتمع بالأخص بهالأزمة، يعني تعرضت صار مشاكل كثير من وراء القذائف والأعمال الحربية، كان لهم دور كبير، يعني حسب المواقع القريبة اللي شفناها فيهم، يعني مثل دور الجيش وساهموا كثير بإنقاذ الجرحى وإطفاء الحرائق الكبيرة وكل شيء تعرض للمجتمع. طيب حافظ رقم فوج الإطفاء؟ والله ماني حافظه. ما في منهم والله، عم يقدموا روحهم في دار الوطن وفي دار الشعب، والله يعطيهم العافية. حافظ رقم فوج الإطفاء؟ طبعا 113، هذا ما بينتسى أبدا أبدا، يعني والله هن يعني كنز للوطن، لأنه خاصة إذا صار أي حريق فجأة فبده يكون الطريق سالك بالنسبة لهم مشان تكون أقل أضرار. 113 أي واحد إذا ما بيعرف الرقم المفروض يحفظه بذهنه، بالإضافة لأنه يعني الواحد يأخذ الوقاية خير من العلاج، أنه يأخذ أسباب عدم تسبب الحريق، وإذا صار حريق لا سمح الله فأكيد بده يساعدهم بما كل ما بيستطيع من إمكانيات.
يلبون نداء الواجب، فتراهم يخوضون معركة جديدة مع الخطر، يلجون أهوال النيران الملتهبة، وكلهم عزيمة أن روحاً بحاجتهم، كلهم إيمان بأنهم خلقوا لهذا. وحين يقومون بمهمتهم تعلو جباههم إشراقة فخر وترتسم ابتسامة رضا على شفاههم. إنهم رجال الإطفاء. خبرنا شو هي المخاطر اللي بتواجهكم اثناء تاديتكم لواجبكم بحفظ سلامه المواطن. المخاطر اللي بتواجهنا اول ما بندخل على حريق، اول شيء بنفصل التيار الكهربائي لانه بياثر كثير على العناصر اللي عم تخمد الحريق. غير هيك سوائل الاسيد وبودره الاسيد بالاكياس مشان ما تتبخر تسوي ابخره تاثر على عناصر الاطفاء. غير هيك سوائل الاسيد غير الابخره كمان بتأثر على الاستخدامات بتشوه العناصر. مخامر النحاس، مخامر النحاس كمان بنبعترها بكريك بعدين بنخمدها ببودرة الحريق، ببودرة مشان ما تسوي انفجار. عند اخمادها بكب المياه بتنفجر بوجه العناصر. هاي العوائق. طيب شو هو دور المواطنين بمساعدتكم أثناء قيامكم بواجبكم؟ دور المواطنين أول شيء يبعدوا مكان الخطورة إذا في جرة غاز أو في مستودع غاز، في الأسطوانات اللي عم تحمى قد يجوز تنفجر. من بعدهم لبعيد بيلبوا معنا وبياخذوا حذرهم. هلا نحن كزمرة إنقاذ مهمتنا إنقاذ المواطنين والممتلكات أكثر، نحن ما لنا علاقة بالإطفاء إلا إخلاء المصابين. وعملية الإخلاء تتطلب مجهود كبير، حرائق هبيط أثناء يعني عندنا كثير مصابين بالزمرة من وراء إخلاء مواطنين لإنقاذ سلامة المواطنين وإنقاذ ممتلكاتهم وأرواحهم. هلا المواطنين لهم كثير دور معنا، أول شيء المفروض يخلونا ساحة الحادث، نحن عم نعاني كثير بهالموضوع، يعني نصير شوية فوضى، نضطر يأخرونا بالعمل، يعني المفروض المواطنين يتعاملوا مع زمر الإطفاء والإنقاذ إنه يتركوا مجال ساحة العمل للناس المختصه بها تقوم بالعمل تبعها. يعني نحن بس نتوجه من هون على اي حريق ان كان، نحن رايحين على مكان مجهول يعتبر، فاثناء تاديننا للمهمه تبعتنا احيانا نتعرض لغازات، انفجار غاز، حرائق بتروليه، حرائق كيماويه، كل هاي تعتبر مخاطر، وحريق الحريق نفسه خطر، ونحن من خلال المعدات اللي معنا نتجنب هاي المخاطر هاي، من خلال اجهزه التنفس، من خلال الخواز، من خلال البدلات الواقي نتجنب هاي المخاطر هاي. هلا المواطنين اجمالا في وعي عام عند المواطنين، وبس يشوفوا سياره حريق بيحاولوا يساعدونا باقصى يعني باقصى الامكان اللي معهم، فبيسهلون الطريق، بيدلونا على المكان الحريق، وشو في تجاوب يعني بيجاوب معنا بحيث انه نؤدي عملنا باكمل وجه. شو طبيعه شغلك؟ انا مهمتي شغلتي هي السلالم، زمره السلالم. نحن بنقوم بعمليات الاخلاء وخماد الحرائق بالطوابق العالية. طيب شو هي في مخاطر اللي بتواجهوها أثناء تأديتكم لمهام؟ يعني هو أكيد في بتواجهنا مخاطر، يعني لا سمح الله يكون الحريق اللي تفاجأ فيه مباشرة من المبنى أو الطابق اللي نحن فيه، فهم بده يكون في سرعة بالإخلاء وإبعاد العنصر اللي موجود فوق بالسلم، والارتفاعات العالية يعني الواحد ما بيعرف شو بصير معه، يعني بجوز نحن عم نخلي يصير معنا أي شيء طارئ، يعني هاي الأمور. مهمتي بفوج الإطفاء، أنا سائق سيارة ثقيلة إطفاء، بنتلقى التعليمات مباشرة من غرفة العمليات، بتنذرنا بحريق بيت أو حادث أو أي عمل يعني خطر بموضوع الحرائق، يعني فوراً
بلحظة سماعنا للجرس بننزل السيارات وبنطلع بسرعة فائقة يعني إلى مكان الحادث. أما بيكون بيت بيكون أخذين التعليمات نتعامل معه كحريق طابق أول أو طابق ثاني أو طابق ثالث أو حريق منشأة أو حريق أعشاب أو الذي منه يعني. فمنحاول نصل بأقصى سرعة ونتمنى يعني الأخوة السائقين المواطنين أحيانا إذا سمع صوت سيارة الأطفاء يفسحون المجال، لأن كل ما أسرعتي بجوز عم تنقذي روح أو يكون بيت أحد السائقين اللي ماشي قدامك. نحن مهمتنا في فوج إطفاء دمشق نحن مسؤولين عن صيانة وتعبة أجهزة الإطفاء البودرة، بودرة كيميائية الجافي. طيب كيف بتقوم بهي المهمة؟ نحن يعني تقوم الرجال إطفاء بإطفاء الحرائق، يعني بيجون الجهاز يكون نحن فاضيين ونرجع بإعادة تعبئته وصيانته من أول وجديد. الصيانة الدورية لأجهزة الإطفاء عندنا كل 6 شهور، يعني إذا ما استخدمه يعني تم بالسيارة كل 6 شهور. رجال المخاطر والمهام الصعبة على مدار الساعة، العين الساهرة في الحرب والسلم، جاهزون لتلبية أي نداء استغاثة لإخماد النيران وإنقاذ الأرواح، موجودون في كل مكان لأجل حمايتنا من الحرائق، متأهبون لتلبية النداء، يطفئون النيران التي تشتعل في بيوتنا، في معاملنا، وينقذون حياتنا. أما حرائق الوطن فلا يطفئها إلا رجال الجيش العربي السوري، رجال الحق، حراس الفجر. Thank you.